سعود عبد الحميد ما شاء الله تبارك الله كل اللي بنشيد فيه في الدور الهجومي والدفاعي، لكن هو في الفترة الأخيرة مركز في الدور الهجومي. لاحظ الشوط الثاني إيش سووا كرواتيا، اللعب كله من جهة سعود عبد الحميد، سجلوا هدف وضاعوا يمكن هدفين اتلغت كلها من جهة سعود. سعود أنت مدافع أولا ولاعب طبعا تعمل جبهة ثانيا مش العكس، هذه نقطة مهمة جدا ودرس اليوم لسعود. عموما يعني الثقة في مباراة مثل تلعب ضد كرواتيا وتضيع فرص ويستقبل هدف وحيد فقط جيدة للمنتخب، نكسب هذا الجانب انه في ثقة في انفسنا وان حنلعب ضد اي منتخب في العالم ان شاء الله بشكل مميز. والناس اليوم يا اخي للاسف المحبطين، يعني اخر شيء المحبطين يا اخي الارجنتين فازت 5 على الامارات اليوم، مع احترام المنتخب الاماراتي الحبيب الشقيق فرق كبير في مستوى الكرة السعودية، المنتخب السعودي الآن والمنتخب الإماراتي، هذا واحد. اثنين لكل مباراة ظروفها، مباراة رسمية وما إلى ذلك. نتمنى إن شاء الله بداية رائعة للمنتخب السعودي عكس البدايات التي حدثت في كؤوس العالم السابقة، وإن شاء الله اليوم درس الثقة في النفس إن شاء الله يكون معنا في البداية في المباراة القادمة إن شاء الله.